بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبناء الطلاب، بنات الطالبات، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. ودرسنا اليوم بعنوان المملكة العربية السعودية. إلك أولاراك، نقرأ النص أولا. في المملكة العربية السعودية 5 مناطق. هي المنطقة التي تقع في وسط البلاد، وهي منطقة نجد، وفيها الرياض عاصمة البلاد كلها. ثم المنطقة التي تقع في غرب البلاد، وهي الحجاز. ومن المدن الكبيرة في الحجاز مكة المكرمة والمدينة المنورة. وجدة والطائف. والمنطقة الشرقية واسمها الأحساء. ومنطقة الجنوب وهي عسير، وعاصمة عسير أبها، وعاصمة عسير أبها. ثم المنطقة الشمالية، ومن المدن الكبيرة فيها تبوك. يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على الدين الإسلامي والقرآن الكريم والسنة النبوية. عدد السكان في المملكة 9 ملايين شخص، والعملة هي الريال السعودي، والريال 100 هللة. اللغة العربية لغة البلاد، والتقويم الذي تعمل به المملكة هو التقويم الهجري، والعطلة الأسبوعية 2 يوم، الخميس والجمعة. أما الأعياد السنوية فهي عيد الفطر وعيد الأضحى. منذ أن وضع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أساس الحكم الإسلامي في البلاد، ظلت المملكة إلى اليوم تحمل رسالة الإسلام إلى العالم. تعمل المملكة بكل قوة على أن تتقدم البلاد في السياسة والاقتصاد والعلم والحضارة. نذهب إلى الأسئلة. السؤال الأول: كم منطقة في المملكة العربية السعودية؟ سعودي عربستان دكاتش بول جوار. الجواب: 5 مناطق. بيش بول جوار. ما عاصمة نجد؟ نجد باشكانتيني. طب كي نجد في سعودي عربستان جناديك؟ لا، باشكانتي الرياض. الرياض. أين مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ مكة مكرمة ومدينة منورة نردة. طب كي سعودي عربستان أما هندي شهرين ده هندي بول جدا؟ نعم، في الحجاز. بطيب الجدا في الحجاز. الجواب: في الحجاز. كم عدد السكان في المملكة؟ نفوس سيسيكاتش. طب كي بوكر في الدن أونجا 9 ملايين، دوكوز مليون. شمدي يرمي بيش وتوز ولا بليل. أما كيرك الدن أونجا شايني 9 ملايين شخص، دوكوز مليون. ما التقويم الذي تعمل به المملكة؟ كرالين كولندي تقويم، كولندي تاريخ ني. التقويم الهجري، هجري تاريخ. ما العيدان السنويان في المملكة؟ يلك إكي بايرام، كرالك تاني عيد الفطر شاي رمضان بايرامي، وعيد الأضحى قربان بايرامي. من وضع أساس الحكم في المملكة؟ كرالك تا حكومة مالينيك كيم كويمش أبت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بير كيرالوار. شمدي
Doğru ve yanlış. Hangi cümle burada doğru, hangi cümle yanlış? El-Mintaqatu Şarkiyetu ismuha Asiye. Yanlış. Mintaqatu Cenubi ismuha Ahsa. Yanlış. El-Mintaqatu Garbiyetu ismuha Hicaz. Doğru. Ta'melu El-Memleketu Bittakvimil Miladi. Yanlış. Hata. Bil-Hicri. Tahmilu El-Memleketu Risalet El-İslami ile El-Alem. Doğru. Yani böyle iddia ediyorlar. Şimdi adedü sükkan eş anlamı Fransız arasındaki kelime eş anlamı istiyor. Adedü sükkan, sükkan sayısı. Burada es sükkan eş anlamı ne? El emval, yoksa el menazil, yoksa el ummal, yoksa en nas. Evet, doğru cevap en nas. Min el mudunil kebira, büyük şehirlerden. El mudun, el emekin mi? El bihar, el anhar, el bilad. Evet, doğru cevap el bilad. تحمل المملكة رسالة الإسلام قصة الإسلام دعوة الإسلام حكم الإسلام قضية الإسلام رسالة برده دعوة الإسلام إسلام دعوة شمدي بشلوكتا ويقول كلمة كويا جايز اللغة البتة العربية لغة البلاد أرابشا والكنين دي ليه العملة هي الريال السعودي العطلة الأسبوعية يوم الخميس والجمعة هفتلك تعطيل الرياض عاصمة البلاد كلها باشكان منطقة هي عسير منطقة الجنوب الجنوب ورمة أبت منطقة الجنوب جنيب الجسر التقويم الذي تعمل به المملكة هو التقويم الهجري برد الهجري أولادك منطقة نجد تقع نرد نجد وسط البلاد كذا وسط البلاد شمدي ويقول شغلكو يا جايز بشلوكتا في المملكة العربية السعودية سعودية عربستان ده نيوار خمسونة بيشنة خمس مناطق بيش بولجا مكة المكرمة والمدينة المنورة هانج شيلردن مكة مكرمة من المدن الكبيرة بيوك شهر اللاتان المدن عيد الفطر وعيد الأضحى من الأعياد بايرملار السنوية عندي هانج شهير بو أرادا بيجنبرين مسجد أرادا وار التي فيها مسجد النبي هانج شهير أبت المدينة المنورة التي فيها جامعة أم القرى أرد أم القرى أنفرسيتا سوار هانجي شهير بو مكة المكرمة ذات أم القرى مكة دمك يعني كويلارين أن سي يدا أم القرى مكة دمك التي فيها جامعة البترول والمعادن شاي بترول أنفرسيتا سي أرد وار نرد هانجي شهير فأم بالمرون بلكي عسير عسير ده بلكي أبد جنيدة فيه شمدي Bu kelimeler cümlenin içinde kullanabilirsin. Mintakatu nec, necbul gesi, garbul bilad, ülkenin batı, eydul fıtri, Ramazan bayramı, lügatul beledi, ülkenin dili, cümlenin içinde kullanabilir. Şimdi nefs kendisi, nefs kendi, kendi demek. Şimdi bu arada koyarsak kesinleştirmek için, yani zortul asime, başkentiye ziyaret ettim. Burada nefsaha eklersen yani kendisi yani başka bir şehir değil. Yani onun da bağlı ki sen sanıyorsun başkent kendisi değil. Onun yanında mesela başka bir şehir. Hayır. Nefsaha kullandığı zaman artık kesin. Yani başka bir yere gitmedin. Başkente gittin. Nefse ve bu tevkid sayılır. Onun adı tevkid. Nefse hareke alır. Hangi hareke? Asıma mansup o da aynen mansup olacak. Ve uygun zamir asıma muannes o zaman nefsehe bu şekil olacak. Zurtul asimete nefsehe. Ra'aytul melike nefsehu. Neden sin fethaliye? Çünkü el melike mansub o da aynen mansub olacak. Ve hu çünkü melike muzakkar uygun zamir gelmiş o da aynen muzakkar tekil ve muzakkar. Vasalatil melike tu. Şimdi el melike tu marfu' nefsu o da aynen marfu' olacak. Yani melikenin harekesini alacak.
نفسه ها، ويكون ضمير تكلفة مؤنث. شاهدت المدينة، المدينة منصوب وضمان نفس أضاءنا منصوب ولا ذات نفس نفس يكون ضمير نفسها بشكل كده كلمة. يعني كندسي دمشق دام دابليرز نطمش برضه ساكتين جاء الاشترماء يعني كومبوزيسيون جيبي سان بيريو الجلوك يبطين إلى أماكن جميلة جوزاليير لارا في المملكة العربية السعودية سعودي عربستان ده. صف الأماكن التي أحببتها سافدين يارلار حق ده بحثك في حدود ستة أسطر ألتي سطر ده. طب كي كولاندي أورانديني كلمالار أورانديني كورالار كلنا بليرسن يزا بليرسن سمرا بير هوجايا جوسترا بليرسن نرد دغرو نرد يانلش هوجا جوسترا جاك البتة فايدلانا.